السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت بيقدر يعمل موديل 3D بسهولة شديدة. طيب خلينا نبدأ ان احنا نستخدمه. هقول له تراي بيتا، نشوف النسخة التجريبية اللي عنده. فتلاقي دي الاشكال المعمولة، في حاجات اربان، في حاجات بالشكل دوت فيرنيتشر. طيب خلينا نقول له كرييت، نقدر نختار اي شكل من الاشكال، مثلا حاجة بالشكل دوت. حطينا الشكل اهوت، وتقدر ان انت تزود ال LOD بتاعه، تقدر ان انت تغير الاعداد بتاعته زي ما انت عايز. تقدر تعمل له روتيت او كوبي زي ما انت عايز، سكيل. نقدر نيجي هنا في الـ AI Prompt ونقول له احنا عايزين اي حاجة هو يبدأ ان هو يعملها لنا، وليكن مثلا Building. واقول له Create، فيعمل لنا شكل ثلاثي الابعاد من خلال البرومت، مش مجرد صورة، لا ده شكل ثلاثي الابعاد. كمان يظهر معانا المبنى 3D، مبنى 3D يعني انت اكتب اي حاجة انت عايزها وهو يعملها لك 3D. تقدر ان انت تلف حواليها، تقدر ان انت تشوفها من كل النواحي، تقدر ان انت تسيفها عندك 3D، تقدر ان انت تطبعها 3D. خلاص هو مجرد اخد كلمة واحدة ادناها له، عمل لنا المبنى ده بكل التفاصيل بتاعته. ولو انت دخلت قلت له مبنى تاني هيجيب لك تفاصيل تانية، او هيديك مبنى تاني مختلف تماما، مش نفس الشبابيك، مش نفس كل حاجة، لا هيكون مختلف عن اللي هو الدولي. فحاجة جميلة جدا يعني. ممكن تقول له تشير وخلاص هيعمل لك كرسي، اقول له انا عايز مثلا ترابيزة، يعمل لك ترابيزة خاصة بك انت، تمام. وتقدر ان انت بقى تطفي وتنور زي ما انت عايز الخصائص اللي موجودة. اظن الموضوع جميل يعني، تمام. تقدر ان انت تشيل التكتشر لو انت مش عايز، احنا كده شايفين المبنى من تحت. تقدر تلف حوالين المبنى، ده الحساب بتاعي. ممكن بقى تخش على الاعداد بتاعتك، تقدر تعمل سيلكت، يبدا بقى يجيب لك الخصائص بحيث ان انت تقدر تتحكم في الموديل اللي احنا ما بذلناش فيه اي جهد خالص، وتقدر تعدل فيه الستايل، تقدر تعمل له روتيت كوبي زي ما انت عايز.